يا اهدى كله. فضلت خيرك يا ثريا. ما كنتش فاكره مكتبك الجديد بالحلاوه والشياكه دي كلها. ده احنا يا دوب لسه على باب التقفيصه. ايه تقفيصه؟ ايه يا روحي؟ تقفيصه الارانب الملايين. عارفه يا ثريا، لو حطيتي ايدك في ايدي كلها شهر ومش هلحق على الفلوس. ليه؟ وقعت على كنز؟ لا على جردل. حلوه. لا مش حلوه. بيومي بيه حسونه، راجل مقطف مليان فلوس، ومفيش غير ايديك النعمه دي بقى هي اللي هتتمد وتكمش منه زي ما عملتي مع كتير غير. بس انا مش ناوي اعمل كده تاني. ليه بقى؟ دي اخر لحظه ونعيش بقى. نعيش ايه؟ ما طلعت لنا مشكله جديده. ايه هي؟ صابر. ما خلاص انتهينا منه. ما انتهيناش منه. جاني النهارده وطردته. احسن برضه. ايوه بس باين عينه مش هتسيبنا في حالنا. ده لو رجعني استنى نوديهولك اللومان. ونعيش في نفس الدوامه. اسمع يا سامي، هي كلمه واحده، هتفضك من اللي في دماغك ونتجوز ونعيش ولا لا؟ لا. بس البنزين مش واصل الكربيراتير. وده يتوصل فين؟ عند الرفة؟ لا عندي في الورشة. انت عندك ورشة؟ انا مهندس ميكانيكي. السلام، ده انا حظي من السما. فعلا. وهتعمل ايه؟ هتزقني قدامك؟ لا هجرك ورايا. ده جميل قوي. اتفضل يا باشمهندس. هو انا هفضل اقول لك يا باشمهندس يا باشمهندس؟ انت مش هتقول لي اسمك ايه؟ رفعت. رفعت سالم. عاشت الاسامي. ما قلتليش هي العربيه هتخلص امتى؟ وحضرتك دفعت كام في العربيه دي؟ ليه؟ هي مش عاجباك؟ يعني هو الموتور بتاعها تعبان قوي، اللي اداها لحضرتك ضحك عليك. مش قد ما انا ضحكت عليك، عن اذنك. تشرب ايه؟ شوية مية. مية ايه؟ انا قصدي ويسكي ولا كونياك؟ ما بشربش الحاجات دي. هعلمك. اللي انت عملته امبارح ده يا باشمهندس؟ اهلا يا ثريا هاني. يا سلام. اسف اصلي ماليش خبره بالستات. مالكش خبره بالستات؟ ما هو باين. مدام ثريا صاحبه العربيه.
10؟ مش باين. ليلى خطيبتي. والله ألف مبروك خطيبة لقطة يا مدموزيل، وانت كمان تجنني. ويا ترى انتوا الاثنين بتحبوا بعض؟ هتتجوزوا؟ هتفتحوا بيت وتعيشوا فيه سعادة؟ وانا هتفتح ممكن تيجي معايا عشان نجربها؟ قوي. عن اذنك مش هنغيب. عن اذنك يا ليلى. ايه عن اذنك دي؟ انا هاجي معاك طبعا. يا شوف برافو يا باشمهندس، العربية بقت تمام. حسابك كام؟ انا حسابي طويل. وانا تحت امرك، بس يا ترى حسابك بيطول كده مع كل الزباين؟ اول مرة وهتكون اخر مرة. انا متأكد. شوية 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 شوية. مجنون الراجل ده، كان هيضيع نفسه. اكيد مجنون طبعا. بس ده عارف اسمه؟ اصل انا كل ما بعدي من هنا باخد منه علبه واديله حسنه. غلبان. انتوا عارفين هنا ليه؟ عشان تغيري عربيتك. العربيه تيجي مقامك. بس انا فهمش في العربيات. وانا رحت فين؟ اتفضلي. حضرتك تحب العربية صالون ولا سبورت؟ احنا عندنا صالون 6 سلندر و4 سلندر. انا افضل لك الاربعة سلندر، تناسب جمالك وشخصيتك وكمان اقتصادية. انا مش فاهمة حاجة. انا فاهم حضرتك يا هاني. انا مدير المعرض ده. مش معقول. تعرف يا باشمهندس؟ ايوه يا سرية هاني. يا ريت نشيل هاني دي. نشيل؟ اتفضل يا سرية. هجوم 205. هتعجبك قوي. انا معجبة بيك انت. على فكرة دي اخر موديل. اتفضل. انا شفت رجالة كتير، لكن معرفش حد زيك ابدا. عندنا منها الوان كتير، تقدري تختاري اللي يعجبك. انا اخترتك انت. مادام ما عندكيش عيلة واولاد، انا هختار لك العربية دي. انت هتبقى عيلتي وولادي وكل اللي ليا في الدنيا. اما اذا كنت بتفضلي العربيات الكبيره، عندنا 505. انا بعتبرها احسن عربيه في السوق النهارده. وانا بعتبرك احسن راجل في الدنيا. اتفضلي نجرب. سرايا خلاص حلمنا كتير واحلامنا قربت تتحقق.
الالوفات والملايين ما بقتش حاجه نسمع عنها وبس، خلاص بقت في ايدينا، مش ناقص غير ان احنا نحطها في جيوبنا. يا واد انت بتخرج بتقول ايه؟ بيومي بيه. اشمعنى؟ انت هتخش لي قافيه ولا ايه؟ بيومي بيه مش بتاع استيراد وتصدير وبس. امال بتاع ايه يا حلاوه؟ مخدرات. يا ستي انت عايز تودينا في داهيه يا سالم؟ يا بنت اتقالي هم خبطتين ثلاثه ونبقى علوي قوي. اه وممكن نروح في داهيه قوي. لا ما تخافيش عليا، المهم انت تشد حيلك معايا. لا يا اخويا انا ماليش دخل بالكلام ده. محدش قالك تتدخلي في الشغل. امال هتدخل في ايه؟ في بيومي بيه شخصيا، الراجل هيموت ويتعرف عليكي. ايه؟ مش عرفه بيا. وكيل اعمالك.